أهلا وسهلا بكم. في هذا الفيديو سأقدم لكم درس عن بيئة المكتب KDE. نحن تعاملنا في الدروس السابقة في أغلب الحالات مع بيئة المكتب جنوم، سواء على توزيعات أوبونتو، على توزيعات مانت، أو حتى على توزيعات فيدورا. ابتداء من هذا الدرس، ربما سيكون هذا الدرس أول درس في سلسلة من الدروس حول بيئة المكتب KDE. سأحاول في هذا الدرس إعطاء معلومات عامة عن بيئة المكتب KDE و مكونات بيئة المكتب الافتراضية، بغض النظر عن التوزيع التي أستعمل، لأن هناك كل بيئة مكتب يكون لها مكونات افتراضية، يكون لها برامج افتراضية، وعلى حسب التوزيع يمكن أن يكون هناك بعض التغيير، لكن هناك أسس تكون متشابهة في جميع التوزيعات إن كانت تستخدم نفس بيئة المكتب. إذن أول شيء، بيئة المكتب KDE والفرق بينها وبين جنوم. بالنسبة لي الفرق مسألة ذوق لا غير. سبب ذلك هو أن هذه البيئات أو البيئتين وبيئات المكتب على أنظمة لينكس عموما تعتمد نفس الفلسفة، هي فلسفة المصادر المفتوحة. وبالتالي هنا يمكن أن نضع حد لمن يقول أن KDE تشبه ويندوز أو ما إلى ذلك، لأن حين تستعمل لينكس فأنت بالضرورة لا تشبه أي شيء في ويندوز، لأن هناك مسألة حرية قبل مسائل تقنية. إذن قلنا أنها تعتمد كلها على مفهوم أو فلسفة المصادر الحرة. الاختلاف يكون في الشكل، في طريقة ترتيب مكونات النظام، وأيضا طريقة الوصول لكل مكون. اختلاف آخر هو في النقاط التي أو النقاط التي يتم التركيز عليها في كل بيئة مكتب. بيئة المكتب KDE تركز على التفاصيل بشكل كبير، أي أن كل جزء في بيئة المكتب KDE تجد فيه عدة خيارات، وبالتالي يكون لك إمكانيات كثيرة لتشخيص التوزيع البيئة، سواء من حيث المظهر وأيضا من حيث الإعدادات. بيئة المكتب جنوم مثلا تركز على البساطة، تجد فقط إمكانيات بسيطة لتغيير الأشياء، لكن تقوم بما يمكن أن يحتاجه أي مستخدم عادي. إذن تركز على البساطة، KDE تركز على التفاصيل بكثرة. إذن كي لا نبقى أو أكمل، هناك نقطة أريد الإشارة إليها فقط، وهي أن KDE كانت قبل جنوم، والسبب ظهور جنوم هو KDE، حيث أنه في التسعينات، نهاية التسعينات على ما أعتقد، كان هناك إشاعة أن KDE لن تصبح أو لن تبقى حرة، يعني ضمن فلسفة المصادر الحرة، لأن أو بيئة أو بيئة التطوير التي كانت KDE أو مطور KDE يستعملونها لتطوير برامجهم لن تبقى حرة، وبالتالي هناك تخوف أن تصبح بيئة مكتب KDE نفسها أو لن تبقى حرة. فكردة فعل احترازية قام مطورون بإنشاء بيئة مكتب أخرى، هي بيئة مكتب جنوم، لتبقى حرة أو لضمان حرية استمرار حرية استخدام بيئة المكتب على أنظمة لينكس. لكن ما وقع هو أن بيئة المكتب كده بقيت حرة، وأيضا تم استمرار مشروع جنوم، فاستمروا لحد الآن جنوم، تم شقاء بيئات مكتب أخرى عنها كبيئة المكتب سينامون وما إلى ذلك، ميت مثلا أيضا، وكده لا زالت مستمرة لحد الآن. كي لا يبقى هذا الدرس نظري، سأعطيكم في نهايته نظرة عامة عن مكونات بيئة المكتب KDE حين تقوم بتثبيت توزيع تستخدم هذه البيئة. إذن هذا هو سطح المكتب، هناك نوعين أو أكثر على حتى سطح المكتب، في إمكانية اختيار نوع سطح المكتب، لن أدخل هنا في التفاصيل. إذن سطح المكتب في الأسفل تجد شريط به قائمة تسمى ب راك المطلق التطبيقات، منه يمكن الدخول للتطبيقات المفضلة، يمكن الدخول للبرامج، هنا مصنفة على حسب فئاتها، تضغط مثلا على فئة البرامج التي تريد، هنا تظهر البرامج، أو يمكنك الرجوع هنا لكل التطبيقات، تجد هنا البرامج كما قلت مثبتة على حسب
فئاتها الحاسوب للدخول لإعدادات النظام أو تشغيل أمر ما، وهنا للدخول للأماكن أي مشتتة في القرص أصل. والمستعملة أخيرا هنا يظهر لك الملفات المستعملة مؤخرا، وأترك هنا إمكانيات الخروج أو قفل الجلسة، تبديل المستخدم، وأيضا إغلاق أو إعادة تشغيل الجهاز. أيضا لدينا ما يسمى بالأنشطة. الأنشطة، من يستعمل لينكس يعرف معنى المكاتب الوهمية. الأنشطة هي فيها خيارات أكثر من المكاتب الوهمية. مثلا سأعطيكم مثال، حين تضغط على زر الأنشطة هنا يظهر لك هنا الأنشطة المتوفرة. مثلا هذا هو الجهاز بالنشاط الذي أستعمله الآن. لو غيرت لي نشاط آخر فتلاحظ أن هناك إعدادات خاصة بك كأني أستعمل جهاز آخر لكن هو نفس الجهاز. إذن هذا هو مبدأ الأنشطة، سأعود له بدون شك بتفصيل أكثر في دروس قادمة. هنا لدينا إمكانيات التغيير بين المكاتب الوهمية. راح معي هنا لدي نافذة وهنا نوافذ عديدة. من يستعمل لينكس كما قلت له دراية بمعنى المكاتب الوهمية. لدينا هنا شريط المهام به النوافذ المفتوحة وإمكانيات التبديل بينها. لدينا هنا شريط التنبيهات، الساعة، اللغة، هنا برامج خاص بالنسخ ولصق يقوم ب هنا تسجيل ما تقوم بنسخه، وهنا الساعة. هذه العارضة يمكن تشخيصها لكن لن أدخل في تفاصيل ذلك الآن. سأكمل بالحديث عن البرامج الافتراضية في بيئة المكتب KDE. حين تثبت بيئة المكتب KDE على أي توزيع أو تثبت توزيع تعتمد على بيئة المكتب KDE، يكون هناك برامج افتراضية خاصة بـ KDE. مثلا KDE تعتمد على متصفح الملفات دولفين. هذا هو متصفح الملفات دولفين، متصفح جد ممتاز، خفيف، فيه إعدادات كثيرة وفيه العديد العديد من الإمكانيات يمكن إضافتها، ويمكن تشخيصه بطريقة كبيرة. كما قلت، هي خاصية برامج بيئة مكتب KDE، هي قابليتها الكبيرة للتشخيص. يعني البرنامج سأعود له بتفصيل في درس قادم إن شاء الله. يعني هذا متصفح الملفات. متصفح الانترنت هو برنامج كونكرور، ليس لدي الآن وأنا مثبت على هذه النسخة التي أستعملها الآن. هو برنامج كونكرور، أيضا أشرحه في دروس قادمة. متصفح كونكرور هو متصفح ملفات، متصفح انترنت، قارئ ملفات PDF، متصفح صور، وبرنامج شامل جدا. نكمل. متصفح أو قارئ صوتيات وبرنامج يسمى بأمارك. أو كي لا نبقى نتكلم هكذا دون صور، سأدخل لموقع kde.org، وهنا لديهم قائمة للبرامج. مثلا لو دخلنا ليس جرافيكس أو ليس جرافيكس ولكن مثلا لملتي ميديا، فسنجد البرامج الخاصة بالملتي ميديا. هنا البرامج لنقل الأكثر شعبية، هنا أوديو بلاير، قارئ صوتيات، وبرنامج أماروك. كافيا هو قارئ الفيديوهات. بالنسبة للأوفيس فهناك حزمة خاصة ببيئة المكتب KDE تسمى ب كي أوفيس. مثلا فيها كي وورد، فيها كي بريزنتر، كي سبريد بالنسبة لمقابل إكسل، كي وورد مقابل مايكروسوفت وورد، و كي بريزنتر مقابل باوربوينت. لكن على حسب التوزيعات يمكن أن تجد ليبر أوفيس بدل كي أوفيس، أو كاليغرا مثلا في فيدورا. هذا بالنسبة للأوفيس. بالنسبة للأنترنت قلت كونكرر هو متصفح الأنترنت الافتراضي لبيئة المكتب KDE، لكن على توزيعات أخرى يمكن أن تجد فايرفوكس مثلا على كوبونتو. بالنسبة للترافية، من يحب استعمال الترافية فلن يجد فرق. البرنامج أو محاكي الترافية المستخدم هو يسمى بكونسول، لكن الأوامر هي نفسها على أي حال، على أي نظام لينكس فنفس الأوامر تبقى على مهما كنت أو مهما كان البرنامج الذي تستخدم، أو يسمى بمحاكي
الطرفية محرر النصوص وبرنامج كيت، أيضا برنامج هو بسيط لكن فيه إمكانيات عديدة أكثر من جيديت لمن يحب تحرير البرمجة باستخدام محررات بسيطة. أيضا كيت أيضا ممتاز بالنسبة كمحرر نصوص افتراضي على بيئة المكتب KDE. الآن أدخل لإعدادات النظام، سأعطيكم فقط نظرة عامة للإعدادات المتوفرة. هناك إعدادات خاصة بالمظهر مثلا والسلوك، مثلا هنا من مظهر التطبيقات كما تلاحظون يعطيني هنا سرد، يمكن التحكم في الأسلوب، الألوان، الأيقونات، الخطوط والابتسامات. بالنسبة لي هنا في المحلية يمكن تغيير لغة النظام كاملا. تلاحظون أنني أستعمل النظام الآن بيئة المكتب KDE باللغة العربية دون مشكل، يتم دعمها دون أي إشكال. وهنا في التأثيرات يمكن إضافة تأثيرات، من يستعمل أوبونتو يعرف تأثيرات كومبيز وما إلى ذلك. في بيئة مكتب KDE أيضا موجودة هنا تأثيرات سطح المكتب، فيها العديد من التأثيرات. مساحة مظهر، مساحة العمل، منها يمكن التحكم في مظهر سطح المكتب العريضة السفلى إضافة للأيقونات من هنا. الشبكة والاتصال، إدارة النظام، وهنا الأعتاد مثلا، مصادر المعلومات، التحكم في حجم الشاشة، إدارة الطاقة. فهناك العديد من الإمكانيات بالضرورة سنعود لها في دروس قادمة إن شاء الله. ذلك ما قلت، هذه السلسلة لو كتب لها ألا أن تتم، هذا كما قلت كان درس تقديمي فقط. سأحاول المرور على هذه النقاط جميعا بالتفصيل مع التركيز على شرح بيئة المكتب بغض النظر عن التوزيع التي تستعمل، لأن يعني كما قلت في الأول بيئة المكتب يمكن أن تثبتها على توزيع أنت تستعمل الآن بيئة مكتب أخرى. مثلا لو كنت تستعمل الآن أوبونتو يمكنك تثبيت بيئة مكتب KDE وتحصل على ما أراه الآن، وهو ما قمت به بالضبط الآن. أنا كان لدي أوبونتو وثبت بيئة مكتب KDE، ويمكنني الآن أن أستعمل أوبونتو ببيئة مكتب جنوم وببيئة مكتب KDE دون أي مشكل. أختار ذلك عند الدخول للجلسة، ليس هناك أي مشكل في هذا الأمر. أو يمكن تثبيت توزيع من البدء تعتمد أو تتبنى بيئة المكتب KDE ككوبونتو أو كمنت بKDE أو كفيدورا بKDE. من الأول تثبت التوزيع ببيئة المكتب KDE. إذا قلت أنا سأحاول أن أبقى في شرح بيئة المكتب KDE وليس توزيعة معينة، لهذا ربما في دروس أعطي درسين أو ثلاثة دروس على توزيعات، حيث يكون هناك اختلاف في استعمال أو في تشخيص تلك التوزيعات لبيئة المكتب KDE. مثلا أوبونتو على فيدورا يختلف قليلا، وعلى توزيعات أخرى ربما هناك اختلاف أكثر. إذن بهذا أعتقد أني أنهيت هذا الدرس. كما قلت سيكون هناك دروس أخرى إن شاء الله على بيئة المكتب KDE لنتعمق فيها أكثر وأكثر. إذن لا تنسوا إن أعجبكم الدرس بعمل إعجاب، تعليقات إن كانت لكم هناك ملاحظات أو ردود فعل، اقتراحات، والتسجيل إن أردتم طبعا لمتابعة بقية الدروس إن شاء الله. إذن إلى اللقاء.